للوقوف عند تداعيات الملف النووي الإيراني في ظل مراوغات طهران، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أستاذ حسان، مرحبا بكم. بعد السجال الذي وقع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، هل نعتقد أن ما يجري في مفاوضات فيينا يمكن أن يفضي إلى اتفاق؟ حتى الآن يبدو أن لا اتفاق في الأفق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. حتى أن التصريحات الأمريكية كانت غير مشجعة أو غير متفائلة، إذ قال الوزير الأمريكي أن الاتفاق النووي يجب أن يكون تحت الشروط الأمريكية والشروط الأوروبية. كما أن الوزير الأمريكي حذر من أن إيران بإمكانها الوصول إلى تركيب بعض الامور المتعلقه بالسلاح النووي خلال اسابيع قليله، وهذا تحذير شديد اللهجه، وفي نفس الوقت يؤكد ان الامور متصاعده في ملف العلاقات بين الولايات المتحده وايران حول الملف النووي. اضافه الى ذلك، نرى هناك تصعيدا امنيا في المنطقه، حيث يتم يوميا وبشكل شبه يومي يقع حوادث امنيه في ايران من حرائق تمس بعض المؤسسات الايرانيه او حريق كما جرى مع سفينة الإمداد الإيرانية التي غرقت، كذلك نرى الحريق في مصفات طهران. إضافة إلى ذلك، نرى بعض التصعيد على الساحة العراقية من قبل الحشد الشعبي الإيراني، كذلك نرى تصعيدا إيرانيا من خلال استخدام الميليشيات الانقلابية في اليمن التي يقودها عبد الملك الحوثي. إذا هناك تصعيد متبادل، ممارسات تمس الواقع الإيراني الداخلي اقتصاديا وأمنيا، وايضا هناك بعض الاحداث التي تمس الاستقرار في العالم العربي وخاصه في العراق واليمن، وبالتالي تحاول ايران اظهار انها قادره على المس الاستقرار في المنطقه في محاوله للضغط على الفريق الامريكي والفريق الاوروبي الذي يفاوضها في فيينا، وهذا يدل بشكل واضح ان المفاوضات معقده وان التفاهم حتى الان غير متوافر في فيينا. أستاذ حسان، هناك من يرى أن إيران تحاول أن تكسب الوقت حتى تضع العالم أمام الأمر الواقع في مسألة تخصيب اليورانيوم، مع العلم أنها قد زادت من وتيرة تخصيب اليورانيوم. ما مدى مقبولية هذا الطرح من وجهة نظركم أستاذ حسان؟ إيران دائما تعتمد على عامل الوقت وعلى متغيرات إقليمية أو متغيرات دولية تخدم مشروعها. هي دائما تنحني امام العاصفه وتحاول تجنب المواجهه المباشره سواء مع دول محيطه بها او مع الولايات المتحده والدول الاوروبيه. ايران هذه سياستها وهذه استراتيجيتها منذ انطلاقها مع الثوره الايرانيه، شراء الوقت والاعتماد على المتغيرات. ايران تعتبر ان الحصول على سلاح نووي او تطوير قدراتها النوويه تشكل ضمان استقرار نظامها وحماية نظامها، وبإمكانها حين فرض شروطها على المجتمع الدولي والدول الإقليمية لتكون لها اليد العليا في المنطقة. فلذلك إيران سعيها الأكيد هو الحصول على السلاح النووي لفرض واقع جديد في منطقة الخليج العربي وللضغط على العالم العربي وتقوية الأدوات التي تتعاون معها في المنطقة بحيث تكون شريك حقيقي وفاعل في لعب دور سياسي بارز من لبنان وصولا الى طهران. كذلك حسن روحاني سبق له ان اكد للصين بعد توقيع الاتفاق الاستراتيجي بين الصين وايران ان ايران سوف تسعى للحفاظ على ممرها من طهران الى البحر المتوسط اي في لبنان وسوريا، بحيث يشكل ممرا لتصدير البضائع الصينيه التي سوف تصل الى ايران ومن ايران الى البحر المتوسط لتصديرها الى اوروبا ودول افريقيا. هذا يعني ان ايران تعتبر نفسها شريك مع الصين في مواجهه الولايات المتحده، وهذا ما لن ترضى به الولايات المتحده، وبالتالي يصبح المشروع النووي الايراني جزء من هذه الاستراتيجيه لحمايه هذا المشروع ولحمايه تحالفات ايران واستقرارها الاساسيه. استاذ حسان، يعني كيف يمكن قراءه موقف الدول الغربيه من مناورات إيران السياسية والدبلوماسية؟ هناك من يصف موقف الدول الغربية ربما بالضعيف نوعا ما. الدول الغربية بداية كانت تحاول التأثير السياسي والتأثير الاقتصادي على إيران ومحاولة التوسط بين إيران والولايات المتحدة، هذا في خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق ترامب.
الآن سياسة بايدن تعتمد على استيعاب أوروبا، وهذا ما لاحظناه لأن الموقف الأوروبي الأمريكي متناغم بل ومتكامل مع بعضه البعض، وخاصة في تصريح بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الأخير الذي قال أن على إيران أن تلتزم بالشروط الأمريكية الأوروبية وليس بالشروط الأمريكية فقط. هذا يعني أن الدول الأوروبية بدأت تغير من سياستها، بدأت تغير من نظرتها إلى إيران، وبدأت تستوعب أن إيران تعمل على شرزنة التحالف الأوروبي الأمريكي والعمل على ضربه في محاولة لشراء مزيد من الوقت والوصول إلى تطوير أنظمتها النووية. كذلك نرى أن منظمة الطاقة الدولية لاحظت أن هناك آثار يورانيوم في أماكن متعددة من إيران، وفشلت إيران في تقديم أدلة لماذا هذه الآثار التي تتعلق باليورانيوم موجودة، وما هي الإجراءات أو ما هي التطورات التكنولوجية التي تقوم بها إيران في هذه المواقع التي وجد فيها يورانيوم، مما يقلق الدول الأوروبية ويقلق الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هناك موضوع الرهائن الغربيين في إيران، حيث تقوم إيران باعتقال مزدوجي الجنسية، هم من إيرانيين يحملون جنسيات أوروبية يأتون لزيارة ذويهم أو أقربائهم في إيران، وبالتالي يتم اعتقالهم ومحاولة مقايضتهم بمواقف سياسية أو بأموال محجوزة في أوروبا، وهذا ما يجري مع بريطانيا وكذلك يجري مع فرنسا. إذا سياسة إيران هي سياسة قائمة على المساومة والمفاوضة وشراء الوقت والضغط على هذه الدول بحيث تبتعد عن السياسة الأمريكية، ولكن واقع الأمر الآن يؤكد أن هناك تناغما أوروبيا أمريكيا في ملف المفاوضات مع إيران. من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لكم.